طلباتك يا ابو ربيع، عايز إتاوة ولا نسبة ومقطوعية؟ لا يا سامي، مش أنا، مش أبو ربيع اللي ياخد عرق غيره جبرانية وغصب. حيرتني معاك، طلباتك إيه وأنا تحت أمرك؟ مشروعك مع منصور الدقاق، مصنع المجوهرات والأحجار الكريمة اللي الحكومة كانت شركة فيها، وأنتوا اشتريتوا أصولها. أنت بتقول إيه؟ مالك؟ خضيت كده ليه؟ انت فاكرني نايم على وداني؟ مشكلتك يا سامي انك بتزمر وانت مداري دقنك. سوق الدهب في مصر بيدخل له حوالي 80 طن سنويا، والتجار بيلعبوا في 3 4 مليار، الكبار ما يزيدوش عن 5. المشروع ده لو اتعمل هيقفل على الكل. المصنع ده هيكوش على السوق كله، وساعتها الكبار مش هيسكتوا. يبقى انتوا محتاجين ايه عشان المشروع يعدي؟ خشب اذان، حد يقف في ظهركم. ومتهيألي يا سامي مش هتلاقوا احسن مني يقوم بالمهمه دي. قول لصاحبك ان انا معاكم ومستني كلمه اه، وقاعد على الاتفاق. سلام يا صاحبي. بقولك يا سامي، ما تتاخرش عليا في الرد، وبلاش تنيم العجل. منصور، انت محضر شنطة سفرك ليه؟ انت مسافر ولا ايه؟ اه مسافر. ايه ده على طول كده من غير ما تقولي؟ ده انت اول مرة تعملها. انت زعلان مني؟ انت واخدة بالك اهو. منصور يا حبيبي، اوعى تفتكر اني لما بشوفك زعلان ومتضايق ببقى مبسوطة وسعيدة. ما انت لسانك ناطق اهو. امال ليه طول الوقت محسساني ان انا عايش مع ابو الهول؟ منصور انت السبب. انا السبب؟ بصي، انا ما عنديش اي حل لا للمناقشة ولا للمناقرة، وهم ساعتين اللي فاضلين على ميعاد الطيارة، ومش عايز حد يضايقني. ورايح على فين بقى؟ اوروبا مش كده؟ وانت يهمك رايح فين ولا جاي منين؟ يوه، ما هو كده بقى ما تبقاش عيشة. هي فعلا مش عيشة. يوم ما الست تفقد الثقة في جوزها فعلا ما تبقاش عيشة، ويبقى الجحيم بعينه. ومين بقى اللي وصلنا للجحيم اللي احنا عايشين فيه ده؟ مش انت؟ ما ترد عليا يا استاذ. ومين اللي مخبي اسرار شغله عن مراته طول السنين اللي فاتت دي وما بعرفهاش غير من الرجالة والستات اللي موجودين في النادي؟ مش برضو انت؟ ما ترد عليا يا استاذ. ومين اللي غير معاملته للتاني؟ ما ترد عليا بعد ما اتمكن وتمسكن، مش برضو سيادتك؟ ما هي قعدة النوادي والنميمة دي هي اللي مودياك في 60 داهية. ما انت اللي حاطط صورة عالية ما بيننا وبتعليه كل يوم زيادة، مش هو ده الكلام اللي انت رحت قلته لجوز عبير كاظم؟ تحب افكرك قلت له ايه؟ انا؟ قلت له انا نجحت اني اوصل نانو انها تبقى زيها زي اي كرسي موجود في البيت، وترضى بأي حاجة برمها لها من تركة ابوها، مش ده حصل؟ هو قال لي كده؟ قال لي لمراته، ومراته قالت لي، بس يا ريت من فضلك بقى ما تقولوش عشان ما تبقاش فضحتنا على كل لسان، كفاية كده. نانو، انت عايزة ايه بالظبط؟ لو مش هتصفى معايا وترجع تعاملني زي ما كنت بتعاملني الاول اول ايام جوازنا، انا عايزه اتطلق يا منصور. ايه؟ اطلقك؟ انا مش فاهمه ايه البرود اللي انت فيه ده. احمدي ربنا ان انا بارد، مش بتكلم معاكي زي عوايدي. عاوزه تتطلقي؟ ايوه، وحالا يا منصور. انا لو ما كنتش اعرفك انت قلت ان في راجل تاني في حياتك، بس انا متاكد ان مفيش راجل تاني في حياتك. وايه اللي ضمنك ان ما يبقاش في راجل كمان شويه؟ ما انا برضو بني ادمه مش حجر يا استاذ. ضماناتي شخصيتك، تربيتك، دي بنت ناس ومتربيه وما تعمليش كده، صح؟ ثانيا بقى، وده المهم، مفيش راجل على وش الارض ممكن يبص لمرات منصور الدقاق، فاهمة؟ عموما لما ارجع من السفر هيبقى في كشف حساب بينا وعلى المكشوف، واضح؟ واد يا عماد،
انت يا واد بتعمل ايه يا واد في الحمام؟ مين؟ خالتي؟ انت ايه اللي جابك؟ جوز خالتك يا اخويا طردني، هعمل ايه بقى؟ خالتك الزمن عمال يلطش فيها، حبه فوق وحبه تحت، قلت خلاص بعد الحبل هيتعدل حاله، لكن تقول ايه بقى في اللي مالوش بخت؟ حتى امك، امك اللي كانت بتمسح دمعتي سابتني ومشيت. لا 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 ولا يهمني، سيبهولي بس انت، ده اللي اسمه جمعه وانا هقطعهولي. هو ديته ايه؟ ديته مطوه زفره، اجيب لك بطنه ونخلص منه. اه ايه يا واد؟ مالك يا واد كده مش واقف على بعضك؟ انت بتتعدى حاجه يا واد؟ حاجه؟ حاجه ايه؟ لا لا ولا حاجه. طب وريني يا واد الحق اللي في ايدك ده. دي بويا، بويا جايبها عشان ادهن بيها الحيطان. انت هتسيحيلي وتعملي غاغة وحوارات ولا ايه يا خالتي؟ لا 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 لا، على فكرة انت كده هتفسلي الدماغ اللي انا عاملها، ومش طالبة الحوارات دي خالص، عشان انا عامل دماغ متكلفة اوي اوي اوي. اهدي كده واستهدي بالله، عشان كده مش هينفع خالص. هو ايه اللي مش هينفع خالص؟ عامل لي ايه يا اخويا؟ عامل لي كبير؟ عامل لي راجل؟ يا صايع يا ضايع، ده انا هعزمك العافية، هعزمك العافية. لا ما تضربنيش، انت لا ابويا ولا امي، انا ابويا ضاع وامي اتجوزت، سيبيني، سيبي الايام والليالي هي اللي تربيني، سيبيني مع نفسي، سيبيني. يا حبيبي يا طلعتي عيدي يا عمال، طلعت عيدي يا حبيبي اللي اتمنيت عليه، معلشكم انا خايفه عليه، انا خالتك يا عمال، يعني زي امك بالظبط، انا اهون عليا أعيش لك خدامة تحت رجليك، ولا أشوفك كده أبدا يا حبيبي، ولا أشوفك كده أبدا، أبدا يا حبيبي أبدا أبدا أبدا. ما تغيبيش علينا. حاضر يا منصور بيه، همشي أنا بقى عشان السكرتارية بتقول في ناس عايزينه بره. يولعوا. ما تقعدي شوية، قعدتك حلوة أوي. يا ابو سام. اهلا مؤاخذة. ايه انت جرالك ايه؟ ازيك يا منصور؟ معلش بقى، انت مش هتبطل مواعيدك المضروبة دي ولا ايه؟ لسه بدري على الطيارة ما تقلقش. طبعا انت مستغرب من وجود الاخت الاخت برلانتي صح؟ عشان انا عارف انك معجب بيها جدا. لا مش تيبي. يا ابو سام ده انت طول حفلة الجواز عينك ما نزلتش من عليها. انت على طول ظالمني، انا عيني ما نزلتش من على ولا واحدة حلوة. عموما يا سيدي انا عشان اريحك، الاخت برلانتي شريكه معانا في الشركه ب 2 مليون جنيه. نعم دي معاها 2 مليون؟ لا ده كمان مش كل اللي معاها، معاها كمان نصيبها من شركه اخوها فضها، ده لو انت موافق. والله لو انت ضامنها انا ما عنديش مانع. انا الحقيقه شايف يعني انها مش مهتمه بحاجه، هي كل اللي يهمها الارباح، واحنا هنربحها. إذا كان كده اسمح لي أسألك إذا كان في مكان لشريك رابع؟ نعم. لا طبعاً المسألة كده توسع. مين؟ أبو ربيعة. مش ده بتاع الساغة؟ هو سيدي بتاع الساغة، ده رئيس رابطة تجار الذهب، وعنده بنك من أكبر بنوك الذهب في البلد، غير إنه بينافسني. وده عرف منين بمشروعنا؟ واضح ان مفيش حاجه بتستخبى. انا فوجئت بيه طبيب عليا وقال لي انه عارف ان انا وانت اشترينا اصول الشركه المساهمه، وطلب مني انه يخش معانا باي مبلغ نحدده. لا المساله دي محتاجه تفكير، انا مش عايز واغش، ولو المساله وسعت انا مش هعرف المها. وانا كمان مش عايز واغش، بس انا حسيت من كلامه
شبه التهديد انه ممكن يسيح ويعمل قلق. نعم ليه هي عافيه؟ عموما اديني فرصه افكر في الحكايه دي بعد ما ارجع من السفر. مهم انا عايزك تحط 25 مليون في حساب المشروع عشان الجماعه اللي بره لما يعملوا كشف حساب يطمنوا. اعتبر ده حصل. ويا ريت بلاش تطنطن بكلام عن مشروعنا. يا ريت ما تكونش انت اللي بتتكلم عن المشروع ده. انا ماشي. قول لي مش عايز حاجه من بره؟ عايزك ترجع بالسلامه. قول لي مين هيوصلك المطار؟ السواق منتظر تحت. لا هوصلك انا. يلا بالرجوله. يلا تعالى. يلا صح. يا ست الشفاعات احنا ما اتفقناش على كده. انا قايل لك من الاول هنأجره مطرح شويه ولما الميه تمشي ناخده تمليك. وانت وافقتي. وانا رجعت في كلامي ومحدش شريكي. وانا بقى مش عايزه اوجع دماغ ولا صبيان خارجه وداخله بيتي. خلاص هنقفلوا علينا الورشه والشغل يبقى جوه. برضه ما يلزمنيش. انت بارد يا اخي. المطرح مطرحها ومش عايزك فيه. لم عزالك وامشي. يبقى مين الكركوبه ده بقى اللي بتحش بلدنا يا ست شفاعات؟ كركوبه انت هتقل ادبك عليا ولا ايه؟ اه ده انا سيد الاسترجي. ده انا عجلك بالجمالك ما بتكرشك بس كنت المعجوب. هتطول على الراجل بتاع الراجل انت ولا ايه؟ لا انتوا هتعملوا في عليا رباطيه. ده انا هقطعكوا. تقطع مين يا حر؟ يا لهوي. انا كل ما بقعد مع الحكيم ده بحس كاني قريت 10 كتب. الكلام اللي بيقوله في منتهى الخطوره يا فضيل. ده مش هيهز الوسط الاكاديمي بس، ده هيهز العالم كله. المعلومات اللي عرضها لي بالصور والمستندات هتزلزل سوابر الدعايه الصهيونيه. فضلت طول عمرها تغرزها عند الناس بالبطلان والالحاح وخصوصا العالم الغربي. وصلت مع الموضوع الجنيزه؟ جنيزه؟ وانت عرفت منين موضوع الجنيزه دي؟ انت اللي قايل لي. يعني ما قلتلكيش حاجه. ولا يمكن. بس بقول لك ايه؟ اوعي العور الدكتور شهيد يكون عارف منك انك عرفت مني حاجه. يا حبيبي ده انا سرك وسترك وغطاك. معبره ودافيه قوي الجمله دي. امي كان دايما بتقولها لابويا. طب انت عملت ايه مع الدكتور شهيد؟ في ايه؟ يعني هو مش كان قال لك انه هيساعدك في الماجستير بتاعتك؟ ايوه وعد. بس الموضوع ده متوقف عليك انت. عليا انا؟ ازاي؟ مش لازم تخلص له موضوعه عشان يخلص لي موضوعي؟ لا. طب انا اعمل ايه؟ ما انت شايفاني هو شغال بايدي واسناني وعلى اخر جهدي. هو عايزني اروح له. اروح له؟ انت ما بتردش عليا ليه؟ اروح له؟ روحي له. روحي له شوفي مصلحتك. انا عايزك برضو تاخدي الماجستير. بعد ما اكون انا كمان خلصت الدكتوراه وخدت المكافاه ونتجوز على طول. يا سلام. دكتور شيرين ده رغم انك تحس كده انه يعني قلبه فظ واحيانا ما عندوش قلب لانه جدع قوي. جدع وراجل. الله يمسك بالخير ياما. قالت له روح يا ابني ربنا يوقف لك وادي الحلال. بطرحني وعورني يا سعادة البيه عشان بقول له يسيب المطرح بتاع الست شفاعات. انت مين تقرب لها؟ ده اخو المرحوم جوزي يا بيه. اضربني يا بيه نصابيه وعدم من العافيه. اسكت انت دلوقتي. انت مأجران المخزن ده من امتى؟ من يجي سنه يا بيه. بس ما كناش نعرفه ان هيحوله ورشه ويصدع دماغنا ويتدخل لنا لبش البيت. في عقد؟ لا يا بيه. اني كلمتي عقد. وبعدين ده كان ملودني ما بيدفعش مليم احمر في الشهور الاخرانيه ومنشف ريقه عشان يخرج. انت اخر وصل معاك من امتى؟ معيش يا بيه وصولات. لا عقد ولا وصولات. وعامل لي فيها فتوه. خلاص يا بيه. انا بنقول نصطلح. يخرج بالتي هي احسن ويا دار ما دخلك شر. ها هتصطلحوا ولا احولكم على النيابه؟ نصطلحوا يا بيه نصطلح. هعمل لكم محضر صلح واياك اشوف حد فيكم هنا تاني. يا راسي. يا لما انت مش قد العراك عامل لي شملول فيها وبتتعارك ليه؟ وليه وحدانيه؟ عاوز انا نسيبها وحدها وسط شويه صيح على الاقل يحسوا ان معاها راجل. يا اخويا الوليه ب 100 راجل وعايشه في الحته لوحدها من قبل ما احنا نجي لها، نيجي احنا ونعمل لها مشاكل؟ جرايح حلاوتهم، انت معايا ولا معاها؟ انا مش مع حد يا اخويا، انا مع نفسي. ساعده انا زهقت خلاص ومش شايفه لبيتها معاك يا دلعادي. برضه حلاوتهم؟ برضه حلاوتهم؟ بكره هتشوفي. انا هعيشك عيش الهوانم وحنيمك على ريش نعام. هو ده يا اخويا
اللي انت فالح لي فيه كلام وفعل مفيش. عشمتني بالحلقة خرمت انا وداني. اقولي وعيد يا سعد؟ لا يا اختي، بكرة هتقولي وتعيدي وتزيدي وهتقولي سعد قال. عرفت النهاردة عطار معدت انما كده في القزريطة، جبتلك منه شوية صفوف ما تقوليش لعدوك عليهم. يا اخويا اشتخد الريح من البلاط، قول للزمان ارجع يا زمان يا سعد. لا هتاخد الريح من البلاط ان شاء الله. قومي بقى اعملي لنا شويه شوربه كوارع كده بايديك الحلوين عشان نرم بيهم عضمنا. يلا خليها تروق وتحلى. اعمل لك ايه يا اخويا؟ شوربه كوارع؟ لا مش عامله شوربه كوارع يا سعد، زهقت خلاص يا اخويا. ولا انا معاك شوربه كوارع على شوربه ميه، دور على حاجه تانية، كله ملوش لازمه معاك. لا المره دي هتشوف النتيجه، استرها معايا يا رب. البنت دي لسانها طويل وعاوز حشو، الستر يا رب. فينك يا فضيلة؟ فينك يا فضيلة؟ انتي فين يا فضيلة؟ جيت لك يا حلوة. فضيلة حبيبتي يا فضيلة، انت فين؟ الو، اكلم الاستاذة فضيلة لو سمحت. قول لها استاذها الدكتور شديد ابو علم. الله، ده الدكتور شديد وبيسأل عليكي. قول له ما جاتش، ولا اقول لك قول له مش قول، قول له عند خطيبها. طب وليه الكذب بس قبل فضيله؟ ده الدكتور بتاعك وانت اللي محتاجاه. انت مالك انت؟ اعمل اللي بقول لك عليه وخلاص. حاضر يا ابله فضيله. الو، ايوه يا دكتور. كده طيب، قول لها تتصل بيا لما ترجع. ولا اقول لك ايه، قول لها ضروري تفوت عليا الليله دي عشان تاخد المراجع. قول لها كمان ان الوقت مش في صالحها. سلام. كده يا فضيلة؟ الحمد لله على السلامة يا سي عبدو. الله يسلمك يا باشا. سبع ولا ضبع؟ سبع يا باشا، امال ايه؟ خلصت كل الكمية اللي معايا. الناس هناك شكلهم شرقانين خالص، ولما وعز السعر عجبهم وكانوا بيقولوا لحضرتك لو تبعت لهم طلبية تانية يبقى هايل قوي. عفارم عليك، عايزك كل مرة تاخد الشنطة مليانة ذهب وترجعها مليانة فلوس. من عنايا الاتنين يا باشا. دول نصيبك، 2000 جنيه حلال عليك. انا متشكر جدا يا باشا، ربنا يكرمك. تريح بكرة، وبعد بكرة تعمل جولة كده قبلي وبحري. انا كنت عايز بس اطلب من سيادتك طلب بسيط، يعني لو كنا يعني نخلي اسبوع قبلي بعد كده اسبوع بحري علشان الحق اشوف مصر وتظبط معايا. ماشي كلامك يا عم، واضح ان مصر بتوحشك قوي. قوي يا باشا، بتوحشني جدا. طب بالسلامة انت. مع السلامة. عبدو. افندم. طب انجل. يا لهوي، ده انا لو كنت روحت بيها كان يبقى ايه. شكرا يا بيه. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدنيا دي جتني على كبر ليه؟ ما جتنيش قبل كده ليه؟ حكم القساوة اللي شفتها في الدنيا دي كانت قليلة قوي. ايه اللي جابك كده؟ لا دي حكاية طويلة قوي، لكن الظاهر ان اخواننا الغجر
هيسيبونا هنا كام ليله نقدر نحكي مع بعض زي ما احنا عايزين. يا اولاد الكلب يا غدر، حد يكلمني؟ ما تصرخش يا ابني، ما تصرخش، انا بصرخ من امبارح، ما حدش سأل فيا. ضعنا ضعنا يا ابني، لو امي كانت عارفه ان النهايه دي بتاعتي ما كانتش اتجوزت ابويا اللي ما عرفوش من اصله. يعني ايه النهايه؟ يعني ايه؟ بص حواليك يا اخويا وانت تعرف يعني ايه. بص بصراحه منصور طلب مني اني اشاركه وانا رفضت. ليه؟ مع ان المره دي كان واضح ومحدد كل حاجه. طريقه اسلوبه ما عجبتنيش، وبصراحه كمان لاول مره اكون فالجر معاه وارفض بطريقه زعلته مني. هو ده اللي مضايقك؟ والله يا باري مش عارفه اقول لك ايه، خصوصا ان هو دخل دخله ناعمه قوي، يعني عشا وورد وشموع وكلام ناعم جدا. يمكن يكون هو ده اللي خوفني منه. او ماي جاد، اللي خوفك منه انه عاملك بطريقه ناعمه؟ اصل انت ما تعرفيش منصور، منصور لما يبقى ناوي على نيه مش مظبوطه بيجر ناعم. المهم قوليلي بقى، انت مطمنه لاتفاقك معاه ولا لا؟ لا يا حبيبتي، انا اتفاقي معاه كان واضح وصريح، المبلغ اللي هدفعه هاخد فايدته 15% كحد ادنى، وبعد السنه الاولى هيبقى 20%، يعني ضعف فايده اي بنك. وبعدين انا هجرب معاه 2-3 مليون، لو لقيت المساله مشيت هديله كل اللي معايا. نانو، انت لو عندك اي معلومات او مخبيه عليا حاجه لازم تقوليلي علشان ارجع في كلامي فورا، وخصوصا ان بيتعرض عليا مشاريع كتير، بس هي كده فيها شويه غلبه وربحها اقل. لا ما اعتقدش يا بيري ان هو ممكن يلعب معاكي، بس اهم حاجه خدي كل ضماناتك منه على ورق مكتوب. انت عارفه انت عامله زي اللي بينفخ في الزبادي، احساسك انه بياكل حقك في مكتب ابوكي والمعارض مخليكي مش واثقه فيه. طب انا عندي اقتراح، ايه رايك تشوفي مكتب مراجعه تبعك وتخليه يراجع الحسابات وكل واحد ياخد حقه؟ للاسف ما ينفعش يا باري، كل المكاتب اللي في البلد حاطت ايده عليها. وبعدين بصراحه بقى هو نجح ان هو يخرجني واحده واحده، وبعدين يا بنتي ده كل اخر سنه بيجيب لي المحاسب يقعده قدامي ويغرقني في ارقامه وفي بنوده في حاجات قد كده لغايه لما ارضى بالامر الواقع، وطبعا اقبل بالقرشين اللي هو بيديهم. وحياه دي ايه اللي قايمه على عدم الثقه؟ ملعون الفلوس اللي تخلي العلاقه الزوجيه بينكم بالصوره دي. نانو، طب انا عندي اقتراح، ايه رايك تشوفي النسبه اللي انت عايزه تدخلي بيها، تديني حصتك ادخل بيها انا باسمي وهو مش هيعرف اي حاجه. طب والله فكره لطيفه جدا، بس خليني افكر ازاي تتنفذ، لان منصور مش سهل خالص، ولو عارف حاجه زي كده هتبقى مصيبه ومش هيعديها على خير. براحتك يا حبيبتي، على العموم انا تحت امرك في اي حاجه. نانو، انت صاحبتي الانتيم، ولا مليون زي منصور ولا الملايين اللي عنده يعوضوني عنك. ده عشمي برضه يا باري. يلا بقى انا هقوم احضر حاجه ناكلها. اوكي اوكي. انت ما جيتيش امبارح ليه يا فضيله؟ انا حضرت كل حاجه، اصلي حضرت المراجع وقعدت مستنيكي. اصل ماما كانت تعبانه شويه. لا لا، سلامتها سلامتها، اتفضلي. ها يعني هتيجي النهارده؟ لو بقت كويسه هاجي، انا معايا العنوان. طب كويس، اصل المعادي هاديه قوي قوي قوي، والشغل في المكتب عندي في البيل بالليل بيبقى هايل. ما هو الخروج بالليل ده فيه مشكله، اصل ماما محبكاها حبتين. قولي لها انك جايه لي، قولي لها ان انا هوصلك. طب انا ما ينفعش اخد المراجع معايا البيت اشتغل فيها، ويعني لو وقفت في حاجه حضرتك ممكن اناقشها مع حضرتك هنا في الكليه؟ لا ما ينفعش يا فضيله، ما ينفعش. انت عارفه ان انا هنا مشغول تمالي باعمال اداريه، ماليش مخ لحاجه زي كده. خلاص انا هاجي لحضرتك الليله ان شاء الله. هستناكي. اخبار سرحان ايه؟ هو النهارده هيقابل حكيم الغجر، بس بيقول ان مشواره بعيد، مش عارفه جبل اسمه ايه كده. فضيله، هو يا عينك تسهى فضيلة. لا ما بسهاش والله، ما بسهاش خالص أبدا.
ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك يا سعد. ما تدي الشايلين أجرتهم. وأنا كمان هديهم الحلاوة. يخليكي لينا يا أختي ما نتحرمش. بالراحة يا أخويا، أنتوا هو اللي كسروا الحاجة. كتر خيركم. ألف سلامة. ألف ألف بركة يا رب. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. يا سلام، السفرة بالكراسي حاجة آخر ألاجة ما شاء الله. ولا الانتريه حاجة إيه؟ مكانه هنا مية مية. يا سلام، عفش عروسة جديد في الدين، ما عرفش يجيبوا عريس من بتوع اليومين دول. يا أخويا ما تقولش عفش الأميرة ديانا، يعني بتتكلم يا سعد زي ما أكون يا أخويا اشتريته جديد في جديد. الأميرة ديانا ماتت، هجيب لها عفش إزاي؟ حكيم، أنا نزلت أنا وست شفعات ورحنا سوق الأربعين، لقطنا من هناك كأنه جديد في جديد. وبعدين عديت على الواد السرجي خليته يلمعه حتة حتة. اهو كده العفش مع المطرح احسن من الخرابه اللي كنت عايشه فيها هناك. على الاقل هنا الهوا شرح وبرح ويرد الروح. هو بصراحه يعني المطرح حلو قوي وشرح وبرح خالص. بقول لك ايه يا اختي، على ما نستلقط لكم ثلاجه خارج بيت، اي اكل وكفه شيء هاتيه عندي في ثلاجتي، وكمان الغسيل هاتيه في الغساله الاوتوماتيكي بتاعتي، واهو الباب لازق في الباب. ولا اقول لك خبطي على الحيطه هسمعك، انت بس تقولي يا شفاعات هتلاقيني قدامك. يخليكي لينا يا استشفاعات، وما نتحرمش منك ابدا يا اختي. انا مش عارفه لولاكي كنا حصنا حصه الغريب في البلد دي. يا اختي ما تقوليش كده، ده احنا اهل. طيب بقى اسيبكم براحتكم على اذنكم. اتفضلي يا اختي، اذنك معاكي. بقول لك ايه، تعالي بقى ما نخش اوضه النوم نرتبها ترتيبه كده على رواقه. يلا. بقول لك ايه، انا عامل لك مفاجاه. ايه هي يا سعد؟ هحلق لك شنبي عشان يا فندم. ايوه يا فندم. انت ايه اللي مسحرك لغايه دلوقتي يا فندم؟ الوقت متاخر قوي، روح نام عشان تصحى بدري بكره الصبح. يلا عشا ولا حاجه؟ لا عشا ولا حاجه. يلا تنام على طول يا فندم، ما تصحاش لما اقول لك. جاية في معادك. يا اهلا يا اهلا يا اهلا، منورة البيت. ده ايه الحلاوة دي؟ لا انا معايا. معاكي ايه؟ معايا اخويا فاضل. اخوكي فاضل؟ اخويا الصغير. اخوكي الصغير؟ طيب تعال يا فاضل يا حبيبي تعال. مساء الخير. اهلا يا فاضل. اهلا دكتور زهر. اهلا، ده اخوك الصغير يا فضيله. اهلا يا فاضل، منور. اتفضلوا، اتفضل يا حبيبي، اتفضل يا فاضل، اتفضلوا يا جماعه، اتفضل يا فاضل، اتفضل يا حبيبي. تشربوا ايه يا جماعه؟ اصل انا اللي حضر مشاريب. الجدع اللي بيشتغل عندي نام من زمان، اصل الوقت متاخر انتوا عارفين كده. لا لا خليك انت، انا هعمل. فين المطبخ؟ حورهولك. بقولك يا فاضل، في اوضه المكتب يا حبيبي في تلفزيون بشاشه كبيره، ايه رايك تقعد تتفرج على الدش؟ لا ميرسي يا دكتور، انا هفضل هنا. مش انت هتقعدوا هنا برضو؟ ايوه يا حبيبي هنقعد هنا. فاضل انت فعلا فاضل. بقولك ايه، ممكن تتسلى في الكاشو هنا، بس اوعى تقرب للازازه، ده مش شربات يا حبيبي. ايه رايك تقلعي بقى البلطو؟ لا لا كويس انا كده، الدنيا حر. لا معلش. طب اتفضلي قدامي. هاي يا ستي المطبخ. الله مطبخك حلو قوي يا دكتور. كده انتي الحلوه. انا هشرب نسكافيه، حضرتك تشرب ايه؟ انا شربت خلاص. قصدي حضرتك ايه؟ قصدي يا فضيله ان انا قاعد مستنيكي ومديها دبل ويسكي، مش اي ويسكي، ده شيفاس وعامل دماغ حلوه عشان نقعد مع بعض قعده رومانسيه. تقوم انتي تجيبي لي فاضل يا فضيله؟ والله ماما صممت تخرجوا معايا، معرفتش افلفص منها خالص. يعني ايه يا فضيله؟ مش هنعرف نقعد مع بعض شويه عشان ندخل الماجستير بنفس مفتوحه؟ بعد الماجستير هقعدك قعده مش هتنساها العمر كله. ده بعد الدكتوراه مش قبل الدكتوراه، مش كده؟ اديك فهمتها اهو. فعلا المراه مثل البحر، نسمتها كالعاصفه ووعودها كالرمال. كافكا كافكا اللي قال كده يا فضيله، وانت جايبه لي فاضل يا فضيله.
طب مش هتشرب نسكافيه بقى يا دكتور؟ طب مش هتقلعي البلطو؟ لا. تشرب حاجه غير النسكافيه؟ اشرب حاجه غير النسكافيه؟ اشرب من كعاني مع سي فاضل. اسمعني بس يا ابو علي، بقول لك ايه، ما تعصلكش معانا، الكبير مش عايز يتكلم مع حد دلوقتي. ايه يا جماعه، انا جاي لكم في خير والله. خير ولا شر، الكبير مش هيتكلم دلوقتي. كلمه اخيره بس يا ابو علي. سيبوه. ليه بس كده يا ابو علي؟ بقول لك ايه يا سيدنا الافندي، مش هينفع النهارده، فوت علينا بعدين. ليه بس كده يا ابو علي؟ ايه المعامله الجافه دي؟ ده انت اول مره تصدر لي الرجاله بتوعك. انت ايه يا سيدنا الافندي؟ ما عندكش نظر؟ مش شايف ان عندنا ظروف؟ روح شوف حالك، خلينا نشوف حالنا. وبعدين انت ايه؟ ما شبعتش؟ بتسمع كلام بقالك ايام وليالي. ما هوني لسه ما كملتش المعلومات المطلوب. زي ما قلت لك يا سيدنا الافندي، فوت علينا بعدين. ما هوني لو افهم بس في ايه؟ انا ممكن اساعدكم. علاء وباشي، وصلوا الافندي لأمة الرابع. امرك يا كبير. خلاص خلاص، انا عارف شكتك كويس، شكل غدر، خليهم ينزلوني. نزلوه. سلام عليك يا شكل غدر. سلام عليكم. فرهود. نعم. روح اجمع المجلس. امرك ابو علي. خليه يتكلم. انت في بيتي. في بيتي. بيتك؟ بيتك يعني ايه؟ سرجانة مراتي على سنة الله ورسوله، واللي هيقرب لها هقطعه. كلفت البناية يا ابن البنادر، يا ويلك من غضب الغجر. الحكاية بتتكرر تاني يا غجر. اللي حصل مع امها البت هتعمله تاني. ليه كده بس؟ ليه بتعيد الاحزان وتخطف خطف الحدادي والغربان؟ انا ما خطفتش حد. سرجانة بتحبني وهتعيش معايا على طول. انتوا فاكرين البلد ايه؟ ما فيهاش قانون؟ يا غجر يا نور. اسمع ابني، انا هقول لك كلام لو ما حطيتوش حلقه في ودنك هتندم على اليوم الاسود اللي انت اتولدت فيه. احنا طول عمرنا عايشين في حالنا، بناكل لقمتنا بالغصب، لكن بنمد ايدينا وناخدها بكل اعزاز وكرامه. طول عمرنا عندنا مبادئنا، ما نسرقش جارنا، نكرم ضيفنا. طول عمرنا عندنا قوانيننا، اللي يأمننا خنوش. محدش فينا يبات جعان والتاني شبعان. طول عمرنا لحمنا في دمنا ودمنا في لحمنا. لا بنختلط بحد ولا حد بيختلط بينا. عمر ما دمنا بيروح هدر. تقوم انت تيجي وعايز تخطف مننا لحمنا؟ انا كنت نزعت روحك من جسدك ودفنتك هنا بالحياه. قلت ايه يا ابن المدينه؟ قلت ايه في ايه؟ انت طلبت مني حاجه؟ تطلقها وانا اعفيك من غضب الغجر. طلقها وياخد جزاته عشان محدش يفكر يهول تاني هنا. اسكت يا عرباوي. انا ما بتهددش. وروحي فدا سرجانه، اعملوا فيا اللي انتوا عايزينه. مفيش فايده، الروح الشريرة اتمكنت منه، أنا عارفاه، نجمه عالي وما بيططيش أبداً، ورمله واعر وسكك ومضبشة. حكم المحكمة، يتعذب لغاية ما يعترف في مكان سرجانة. أنا عايزة أشوف ابني يا سعد، قلبي واكلني عليه يا أخوي، حاسة إن الواد في ضيقة، وبالمرة بقى أشوف أختي، دي ملهاش غيري في الدنيا. وبعدين بقى بنت الناس، أنا عاوز أفوق لشغلي، قومي هات لنا 1000 جنيه من الشنطة عشان عاوزين نكمل توضيب المحل. جرايا يا راجل أنت. هو انت يا اخويا مش همك وجعتي ولا ايه؟ كل اللي همك نفسك وبس؟ يا بنت الناس افهمي، هو انا اللي بعمله ده بعمله عشان مين؟ ما هو عشانك انت. واحنا لما يبقى عندنا محل سمك معتبر ويجيب لنا شيء وشويات، عشان مين؟ ما هو ليكي وليا. يا بنت يا بنت، ده انا بكره هنغنغك. ايه؟ تنغنغني يا راجل؟ هو انت حتى هنا عليك تشتري لي هدمتين بدل اللي تنيلوا عليا دول؟ ولا يا اخويا تجيب لي حته صيغه تحطها في ايدي بدل هم الفلوس والكم اللي على قلبك ده؟ ايوه ابتدينا حصه النبر يا بنت، افهمي.
انا مش عاوز اقرب للقرشين اللي معانا قبل ما افهم رسم الرجلي. كمان ما اقدرش اقول للشفعات سلفينا قرشين، كفايه انها مدينا الشقه من غير ما تاخد مننا مقدم. وبعدين انا وهي اتفقنا نبقى شركاء مع بعض، فلوسي هدخلها في توضيب المحل والبضاعه وهي هتخش بالمحل. شكلك زعلتي. طب والمرسى ابو العباس؟ لا انا وانت ننزل بكره نلف اسكندريه حته حته، واللي عينك هتقع عليه هجيبهولك ان شاء الله حتى من حباب عينيا. كلام كلام يا سعد، ما باخدش يا اخويا منك من يوم ما اتجوزتك غير كلام وبس. برضو عايز اشوف ابني يا سعد. قدامك حل من اتنين يا اخويا، يا اما تروح تجيبهولي يا تسيبني بقى انا سافر اشوفه، وبالمره يا اخويا شقر على اختي وابقى ارجع لك تاني. وانا مجنونه اسيبك تسافري واقعد هنا لوحدي غني ظلموه؟ ده انا ما صدقت تدخلك في قفص الزوجيه. يلا قومي هاتي لي 1000 جنيه من الشنطه على بروح للست شفعات اكلمها على نقاش كويس للمحل. موتوني قطعوني مش هخون صاحبي ابدا برضو. بقول لك ايه يا عبدو، صاحبك راجل عجوز وممكن يموت من التعذيب، تكلم انت بقى ما تبقاش اناني. عايز تتكلم؟ طيب فرهود اصطف الضوافر. ايه امرك يا ابو علي؟ هتعمل ايه؟ هشيل لك ضوافرك دوفر دوفر لحد دمك ما يتصفى وتموت قدام صاحبك. لا 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 يا بكا سلام عليكم طبعا الكبير. خلاص خلاص حاول حاول. اتكلم يا راجل يا عجوز. فوضى فوق السطوح بنت مراستة حارت شعير في القلعة جنب جامع السلطان حسن. كده يا عبدو كل ده غير جرى له حاجة؟ يا رب اعمل ايه؟ اروح اسال سامي عامر عليه عادي ما فيهاش حاجه، بس كده هبوظ له شغله معايا، وبعدين هو ما يعرفش ان هو متجوزني والغدر ليهم رايحه جايه هناك. يا رب جيب العواقب سليمة يا رب. خش اتوضى واصلي يا رب نجيه وجيبه بالسلامة حبيبي. القلب ابن البنطة